والسلام عليكم ورحمة الله، ويا مرحب الساع، ويا ويلكم في سيتي سكاي لاين أربيانا. يا هلا والله. الحين بأجل، كان في وايد مشاريع جاية في الدرب عارف، بس الحين بأجل معظم المشاريع. واللي أبغى أسويه شو؟ أبغى أسوي الجزيرة العجيبة اللي أبغى أبنيها من متى. قلت خلاص بس وقت انتظار، الحين حان الوقت ان شو نسوي؟ نبني الجزيرة العجيبة. الجزيرة العجيبة اللي هاي، انت خلك ابو يوتيرن، انت خلك يوتيرن، انت خلك وصلك هني، لا خلك حاليا يوتيرن هني. بيكون في مشاريع اصلا، مشاريع ثانية بتكون تماما بسوي منطقة غابات هنا، بس الحين ابغى اسوي الجزيرة. اسوي الجزيرة ترتيب طيب ومحترم. ابغى مدخلين، مدخل من فوق هذا ومدخل من هني، بس بنبدأ بمدخل واحد يعني. بس حددت المداخل الحين، اهم شيء تحديد المداخل. تحديد المداخل اظن هاي اكثر سنت اصلا تحبونها. خلنا نسوي جسر. اوكي زين، خلنا نسوي، بس لحظة مش وقته نسوي. جسر هذا يمر من تحت شيء. سوي الجسر يكون سيدة من الوسط. شو راح اسوي فيه؟ الوسط راح ارفع شوي اساس يكون صدق جسر يعني. تشوفون نفس المستوى. لحظة، نفس المستوى الجسرين. ايوه، وابغى ارفع شوي. شفتوا كيف جسر نيويورك مرفوع؟ يمتون. لحظة، ها شو ليش جسر على الارض؟ ني سؤال. انزين تسوي جسر هنا، ونبا نيب الجسر من الوسط هنا. لحظة، هذا ليش رفعته؟ ايوه نرفع شوي من الوسط، نضبط الدنيا يعني شوي خفيف خفيف خفيف. تحس انها غلطة. لحظة، احس انها غلطة. اللعبة شوي ثقيلة قامت تستوي. لحظة، تعال هني نفس القديم مرة. انزل نسوي سلكت حق كذا، بس اوكي نفس المستوى. اوكي نفس المستوى، ابى ارجع الحين عادي، ارجع عادي. لها كل شيء بيطوف من تحته عادي عادي. يوم انت نزلت تشوف القياس اشوفه عالي الصراحة، مو بكتر يعني، وايد اوكي. شو بسوي؟ الفكرة الأساسية في الوسط هني بيكون في عندنا شارع أساسي يمر يسار. مش هتسولف لين، لا سكس لين اللي هو راح يستقبل هايل الاثنين. اوكي راح يبدأ من هني وياخذ اللفة حلوة حول منه الجزيرة اللي هو بيوصل منه. آخر شيء بيوصل هذا الشارع، هذا شوفوا هذا الشارع بيرجع له. هذا الداون تاون، هذا الداون تاون مال منو؟ مال الجزيرة. أنا أي شارع حطيت؟ سوري سوري، ما بترام هنا.
انزين، الجزيرة العجيبة هاي راح يكون فيها شغلات تجيب سياح. شيء طبيعي، نحن نبغى سياح. طبعا في اكسبانشن جديد انا الحين ما نزلته، ان شاء الله يمكن ننزله بعدين نشتغل عليه، اللي هو البارك لايف. شفتوا انتوا البارك لايف ولا بعدكم؟ اظني هذا كدخله وطلعه شبه ممتاز، بس ما بحد ياخذ يوتيرن هني، هالشغله الوحيده، لان انا اعرف اعبط الناس. شو راح يستوي هني؟ راح يستوي هالشارع هذا، الناس تاخذ يوتيرن، انا ما بسمح اي يوتير في الشارع هذا، بس اللي هني يتوكل. دخول وخروج من المدينة، بس ما في ولا يوتيرن هني، اللي بيوتيرن يروح مكان ثاني بنمنعه. اعرف بيون الناس، خلينا نطوف الليل شوي. شو بيسوون؟ نبه هني مباني عودة والباقي فلل، فلل وأمور على البحر. يعني مثلا اللي أبوه، لحظة، برج ماجد تور، في عندي مباني حلوة، في عندي مباني وايد حلوة، بس هني وين كان برج خليفة؟ اللي يقدر يذكرني برج خليفة هذا إنسان مبرع. أنا مش قادر أذكر من برج خليفة الصراحة، عندي وايد أبراج أكثر مما أقدر أذكر. مارينا ما نبغاه. شو هالبرج العجيب هذا؟ شو المبنى هذا؟ اوكي انترستنج. مرات الواحد يحس المبنى اصعب من انه هذا كاتدرال مسجد مال الكفار هذا. في متحف جميل، والمكان لازم يكون فيه شو اصلا سياحة شي خفيفة خفيفة، اي خفيف خفيف اكثر من خفيف خفيف. ابغى اشوف شكله بس ما بابني اللي هو صفا تور، والله مش قادر اذكر، عقب بدور عليه انا شكلي، يمكن حتى هني اخر شيء ما حصلته. زين، الفكرة من هاي الجزيرة تكون هني مجموعة عماير، بيكون شو؟ بيكون عندي هني خدمات من شكل آخر. كيف خدمات من شكل آخر؟ يعني عندي شارع 6 خطوط لين وين؟ لين أولموست هني داخل. يكون عندي شارع نفسه هذا، شو مستوي فيه؟ خلونا نعطيه شكل السحري الطريقة هاي. هالشارع نفسه عقب ينقسم يستوي شوارع، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة. ويكون خلنا نسوي الطريقة هاي. تعرفون جزيرة النخلة صح؟ كونسبت موجود منه، مش نفسه، لا غير، وايد غير، وايد غير، مش نفسه. ها شو هني، ها شو، اوه عجيب. بسوي ممشى حول هالمكان، بسوي ممشى، وما يستوي نسوي بالطريقة هاي. مكان آثار، ما رم قاعد أخرب الدنيا أقول خربت، واو والله سويت، لا، ببني هني شارع صغير لين داخل بروحه، بسوي أمور حلوة، بسوي مقبرة عنده بعد، يعني مقبرة نفس الشكل. زين، بنسوي لنا شارع 6 خطوط هني. ابى الشكل العام للجزيرة احدده من الوين، من الحين. هذا واحد، هذا الثنين، هذا
يسويه بالطريقة هاي. الثيم العام للجزيرة هذا شارع رئيسي كبير وضخم، 6 سيدات اللي هو ممكن يسوي له بقريت حق أي شيء الدنيا. شفتوا كيف؟ نحن الحين نبغى شو؟ نبدأ شغلات خفيفة يعني، ما نعقد الموضوع. بس الشغلة اللي هي أساسا أنا أباها ترين ستيشن، محطة قطارات. وأنا شفت اعتراض قبل، شكل محطة القطارات عندك فوضى وإلى آخره. أوكي، عندكم وجهة نظر، لكن هني لازم يكون في محطة قطارات، لكن بسويها شو؟ بطريقة شوي مختلفة. هل نسوي لها مكان أول؟ حتى القطارات بتكون داخل. شوف كل شيء هنا بشيرة جزيرة هاي. everything should be decorated. زين بسوي الشارع هوب سيدة. لا هني يدخل، أبغى هني يرجع هني. هذا الشارع اللي بيكون فيه شو؟ محطة القطار. أول شيء بحط محطة القطار، يمكن تستغربون شوي لكن محطة القطار راح تلعب داون تاون أساسي، هي والمترو هني. يمكن القطار أحطيه، يمكن الصوب الثاني أحطي المترو أساس إنه يلاقي منو القطار نفسه. أنا شو بسوي؟ أندر جراوند تراك، ما بسوي أون جراوند، لا أندر جراوند. بس نبغى شيء نوعا ما يناسب حياة المدينة، مش هذا عادة. لا وبهذا لازم التاور على الثيم عدل. هذا ممكن يركب ترى، هذا على اندر جراوند على فكرة. سبيس اوريدي اوكيوبايد. نسوي هذا هني، لا هذا نسوي وين؟ هني. شوفوا بس المشكلة اتصور المكان ما راح يسدني اني ادف اندر جراوند، فشكله بيستوي محطة القطار يمين. شوفوا هني، ايوه مكان شكله حلو. بس وين بيكون؟ بيكون هني في الوسط نوعا ما. ليش؟ لاني بمد له شارع بروحه، مرة شارع بروحه. محطة القطارات راح تكون لا ابو اروم ارجع شارع يتير منه، ابا ويكون حوله كم من عمارة يعني، ما يكون بروحه. حلو، مشكلة النويز. المشكلة وين؟ اني اضبط التراكم ولا الحين نحن في الماينس. ايوه اندر جراوند، نسوي له يوتيرن، يوتيرن يشبك وين؟ كل اندر جراوند خلاص. ديتير نشبك مع هذا، شوفوا مرة اندر جراوند. طبعا هذا راح يكلفني شوي، شوفوا وضع الفلوس عندي تعبان والله. مو زين نجيب هذا دايركتلي وين؟ نت انف موني يا حبيبي، ما عندي فلوس ابني محطة قطارات. هذا موضوع ثاني ترى، تعال عطنا 200,000. يا حبيبي زين.
بس المحطة راح تكون مكلفة الصراحة، راح تكون مكلفة لأن التراك ماله وايد غالي. احنا دفعنا ما ادري جري بالميتين ألف بس اساس انه شو غطي امورها. بسوي فيوز اول شي ترانا، بس خلنا نحط شبكة ماي. اوكي اخر الجزيرة انا بحط بيوت هنا، صبر بحط بيوت على البحر الحين، بنزل الشارع بحط بيوت، ببداها بيوت عقب اخر شي ببدا شو شغلة هذا. زين يبون كهرباء، محطة اختارات مالنا محطة محترمة، ويبين السولر عليها من بعد كيلو. شوفوا واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث. هاي خطة خرندعية جهنمية حبيبي، ما بحط اكثر الحين، اي احتاج تقدر ازيد. زين هذا بدون شو ها شو ودقراس، لا ما بقراس، هذا ما با متوصل في وين، في هذا الشارع، شارع كورنيش، مش مفروض يكون في شيء متوصل فيه اصلا. اسوي سيدة نوعا ما، دحب هني، حب وين هني، الماي ماله وصل في مصدر ماي. زين عندنا كهرباء، بس والله ترى جميلة، حتى اختارتها جميلة ترى. روم حتى ثنتين لوبة بس ما بحتاج. انا سمعت قبل قريت تعليق انترد ليش القطارات عندك مخرب الشكل، مو مشكلة الحين في شكل افضل بيكون. زين الحين اللي ابغى اسويه ابغى انزل شارع هني من هذا، طبعا الشارع هذا ما سوي هني فور يونتس، فور يونتس، فور يونتس، فور فور يونتس، فور يونتس، دور ادور وشارع عادي يطلع منه، يعني مش انه شارع صغير بيك. حتى الحين الاول كنت منزل مود اربع خطوط صغير، بس يبالي ارد انزله مرة ثانية، لان حاليا اللي راح يستوي. زين هذا راح يجي وين هني، خلنا نسوي الطريقة هاي، هذا هني، هذا وين، هذا راح ينتهي هني. شكله شارع صدق ولا هي مضبوط مضبوط. طلع دوار خفيفي هاي واي، احب اسوي دوار بالهاي واي. زين بس مشكلة ثانية، هاي واي سرعته عالية على 60، خلينا ننزل دوار 50 حق الحوادث ونروح يلا. زين هذا كم سرعة الشارع؟ اوكي المهم هذا اسوي بيوت البحر بعدين بتفاهم. اسوي هني بعد شو ون واي راند ابوت، بس خلنا اكسر هذا. زين ونمد الشارع والتريس هني، واخذ لي ون واي مع شير 1 2 3 يونتس، 3 يونتس، 3 يونتس،
يونس، يونس دور وايد عود هذا صح، وايد عود بالنسبة للمكان عود. خلني اخذ الهاي واي احسن، يسار الهاي واي تودين ايوه تولين هذا مرة مسوي تويونتس اصلا، ها اصغر شيء رو مسوي تويونتس مش دوار، هاي دويبر، دويبر كيف عن بسيتي يعني لحظة خلها شوي نحركة الحين مقبول، دوار صغيرون تستوي بالطريقة هاي، نعطيه سبيد ليمت 50 حتى مش 50 40، المنطقة هاي راح تكون شوي غير. هاي اللي تقول لي في زوار يمكن غلطة كان، ترى الحين الدوار هذا هني اللعب تولين جريفل رود بالضبط. أنا أدور على بريك، البريك ورا بنسويهم قدام على الشارع شو بيكون لين أول واحد ساكن هني، هني شو كيف بيكون ساكن هني غرقان غرقان. زين إذا هو غرقان هني زين بنحط شوي هنا الفرقة ماشي، هذا أساس ما يكون غرقان بعد غرقان زين راحت الغرقة اللي فيه الغرقة. زين نروح يغرق، بيتم يغرق هذا مو مشكلة، هنا ما بنبني شيء بس هني بحط لي بيت، احط شوية بيوت هنا نشوف كيف يستوي ان شاء الله انه ما يكونوا غرقانين. يمني نحط البيوت هني شوفوا ماي موجود الماي، نشوفوا ترتيب البيوت هني بنحط شارع ثاني اللي هو بيكون في شارع ثاني بس من وين هني ما في نقطة رابعة طلع منها شارع، لا نطلع الشارع من وين صديقنا هنا هلا نحط اول مستن موتر ترى احلى بيوت في المدينة ترى تكون احلى بيوتني احلى شارع هذا بيوت دلع بيوت الدلع ورا البيت بشكل اللي يناسب ديكور ما له مشكلة. الحين هي ولا ديستركت، الحين شو الستايلات اللي عندي حق المدينة عندي ستايلات ما نقول ما عندي ستايل صدقون، انا نزلت كذا ستايل قبل بس تعبانين شوي الصراحه
ما اشتغل، كان في مشكلة في الستايلز ولا شيء. احنا حاطين كم دكان هني على اللي جاي من الخط، مسكين يبي يشرب عصير يجي هني. صدق اللي من الدرب تعبان، مسوي الدرب لين هني بيوت، وابا دكاكين هني، ابا دكان هني، ابا بيوت هني، وابا ملعب. بس بدري عن الملعب ترى، يعني تسألوني أقولكم وايد بدري عن الملعب، لكن هو ملعب كورة صدق من خاطر. أيوة ملعب الصغيرون، ملعب مش على البحر، لا داخل شوي هني 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 على البحر. بعد مشروع ناجح على البحر، ولا ممكن نسوي وين هالصب هذا بعدين، ونسوي ملعب ونسوي لووك من تحت. بس لا حرام، عندنا مكان فيو، عندنا ناس ساكنة، شو بسوي؟ بحطي له هني بحر، بحطي دكان هني عنده، بحطي ناس ساكنة. بس شوي بيت هناك صغير، الناس ساكنة هني، البيوت اللي هني باهم كبار، هالبيوت بغيتهم اكبر شي موجود. شوف شوف شوف، بس مش هايل هايل هايل، خلاه يعدلون بس سيدين هني، هذا هني، هذا هني، في شكل المدخول تكون حلوة ترى. وين ختمات المي؟ تمن الحين احنا البحر الحين، هي ما في مزاح الموضوع. وين سا ريستورانت بير؟ ايوه نبغى نسوي مطعم ويغطي معظم المساحة، هذا فنان. ايوه للناس، شوف 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 شوف، بس لازم ارفع الارض، المشكلة بحلها يا عقبنا. لا نشوف احسن مكان هني. لا رقم واحد، رقم واحد. بس شو بوله شوي شوي ترتيب، بوله يبوله نزلة وايد فوق. لحظة شوفوا وايد فوق، أيوة الحين هي الحين ممتاز. شوي ماي خليه له ماي، انت بالبحر ناقص انك ماي ما استحوي هيك. لازم نمد المطعم بعد، لا بعدين مشكلة. شوف مكانه رقم واحد، مكان رقم واحد صراحة. اوه هاي جزيرة بتكون مشروع ناجح، جزيرة هاي بتكون مشروع. هاي كانت حلقة اليوم، انا ما بطولها لان هاي بس بداية الجزيرة، بعد عندنا امور ثانية اهتم فيها ان شاء الله. فنتكمل معكم حلقة ان شاء الله مع الجزيرة العجيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.